بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأعزاء من كل قلوبنا نرحب بكم ترحيبا حارا وتحملكم عناء السفر رغم ظروفكم القاسية، إلا أن تصميمكم على إيصال رسالة التحرير والاستقلال قد أصبحت تجري في دماءكم. مرة ثانية نرحب بكم ترحيبا حارا، ونبتدي برنامجنا لهذه المظاهرة آية من القرآن الكريم يلقيها على مسامعكم من محمد شكري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه وسجد واقترب. صدق الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. والآن إلى كلمة قيادة التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج، يلقيها الأستاذ محمد مسعد الضالعي رئيس تاج فرع سويسرا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال مكتوب شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الحاضرون، يا أبناء الجنوب الأحرار، إننا في قيادة التجمع الجنوبي تاج نقيم هذه الفعالية التظاهرية في العاصمة السياسية برن بمناسبة الذكرى 45 لعيد الاستقلال الوطني المجيد الموافق 30 من نوفمبر لعام 2012 ميلادية. أيها الأخوة الأحرار، تأتي هذه المناسبة وشعبنا في الجنوب العربي يرزح تحت أسوأ احتلال عرفته البشرية. يا أبناء الجنوب الأحرار، إننا نعاهدكم، إننا سنظل أوفياء لدماء شهداء الجنوب الأحرار الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل التحرير والاستقلال. free south yemen. فإن هذه المناسبة تأتي وقضيتنا الجنوبية تمر في منعطفا خطيرا وشاقا، حيث إن التآمرات تحيط بنا من كل حدب وصوب، ولكن يجب علينا يجب أن نكون متنبئين لما يحاك ضد ثورتنا وحراكنا السلمي من مخاطر، فإن نحن ندين ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وتشريد لأبناء الجنوب الأحرار، وما يرتكب من جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وآخرها ما تم ارتكابه بحق المناضلة فيروز الجنوب. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار، سلمية تضرب بالنار، سلمية تضرب بالنار. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار، سلمية تضرب بالنار، سلمية تضرب بالنار. يا أبناء الجنوب الأحرار، إننا هنا ندعو إلى وحدة القيادة الجنوبية، وأن تكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها. فإننا في قيادة التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج نزداد فخرا واعتزازا بأن المبادئ والأهداف التي رفعها تاج منذ نشأته ومنذ تأسيسه في سنة 2004 فقد أخذ على عاتقه مطلب التحرير والاستقلال لبلادنا من الاحتلال القبلي الهمجي القادم من الجمهورية العربية اليمنية. ارحل ارحل يا محتل، ارحل ارحل يا محتل، هذا أول وآخر حل، هذا أول وآخر حل. يا جنوب لبيك لبيك، يا جنوب لبيك لبيك.
الجنوب كله يفديك، الجنوب كله يفديك. الشعب يريد تحرير الجنوب، الشعب يريد تحرير الجنوب. القادم من الجمهورية العربية اليمنية، فهذا الشعار الذي رفعه تاج المتمثل في التحرير والاستقلال والسيادة قد أصبح يرفعه وينادي به كل أبناء شعبنا الجنوبي الأبي. أيها المناضلون الأحرار، يأتي احتفالنا بهذه المناسبة العظيمة على قلب كل أبناء شعبنا الجنوبي مع بدء مرحلة إشهار حزب التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج في داخل الوطن في 30 من نوفمبر. أنس فايد راي، أنس فايد راي، سود يمن فراي، سود يمن فراي، أنس فايد راي، أنس فايد راي، يمن سود فراي، يمن سود فراي. في داخل الوطن في 30 من نوفمبر، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع كل المكونات، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع كل المكونات الموجودة على الساحة الجنوبية، والتي تتبنى نفس الهدف الذي خرج من أجله التجمع. وفي الوقت نفسه فإننا في قيادة التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج نرفض رفضا قاطعا الدخول فيما يسمى بالحوار الوطني اليمني، لأن هذا الحوار هو خاص بخلافات أخواننا في الجمهورية العربية اليمنية، وليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل. لذلك فإننا ندعو بهذه المناسبة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أبناء شعبنا الجنوبي، وذلك بتفعيل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 924 والقرار رقم 931، والتي نصت على عدم فرض الوحدة بالقوة. كما ندعو في الوقت نفسه دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي ورابطة دول الكومنولد البريطاني والاتحاد الأوروبي ودول الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الإقليمية والدولية. لا حوار ولا تغيير، لا حوار ولا تغيير، دورتنا من أجل التحرير، دورتنا من أجل التحرير. يا للعار يا للعار، يا للعار يا للعار، سلمية تضرب بالنار، سلمية تضرب بالنار. للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم قضيتنا العادلة والالتزام قوات الاحتلال بالرحيل من جنوبنا الحبيب. المجد والخلود لشهداء الثورة الجنوبية، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمعتقلين، وأنها لثورة حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الواصل برنامج وبعد ما استمعنا إلى كلمة رئيس تاج نستمع إلى كلمة توجيهية يلقيها الناشط السياسي الأستاذ صلاح الشاذلي، فليتفضل مشكورا. بالدانيه يلا رددوا شوي، يلا الشعار شعار يا بدر، يا بكيل يا بكيل، تعال حبيبي تعالوا هنا نتجمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، شعار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأخوة الحاضرون، يسرني باسمي واسم المجلس الأعلى للتنسيق في سويسرا أن أحيي حضوركم هذا، والذي وإن ذل إنما يدل على إحساسكم العالي بمعاناة شعبنا بالداخل، وما نحن إلا إنعكاس لتضحيات ومعاناة شعبنا في الداخل. الأخوة الحاضرون، إن تواجدنا اليوم وحضورنا اليوم أمام البرلمان السويسري إنما جاء لإيصال أصوات أهلنا في الداخل، وعليه وكي يكون صوتنا قويا وأكثر تأثير ومسموع خصوصا في هذا الظرف العصيب والحساس، فيجب علينا أن نوحد صوتنا كي يكون أكثر قوة وأكثر مصداقية. يا محتل يا جبان، يا محتل يا جبان، شعب الجنوب لن يهان، شعب الجنوب لن يهان. لا حوار ولا تغيير، لا حوار ولا تغيير، دورتنا من أجل التحرير، دورتنا من أجل التحرير. وكي يكون صوتنا أكثر قوة وأكثر مصداقية، وكي نستطيع أن نصل بأصواتنا إلى أبعد مدى، يجب علينا أن نكون أكثر توحد وأكثر تماسك.
الإخوة الحاضرون، إن مصالحنا الشخصية ومصالحنا الحزبية والولاءات الضيقة لا يمكن أن تحقق الهدف المرجو، وهو وحدة الصف وتحقيق أكبر قدر من الاصطفاف يمكننا من إيصال قضيتنا بشكلها الصحيح. Free Free South Yemen. 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 الإخوة الحاضرون، لا شك إنكم تابعتم خلال الفترة الماضية كافة اللقاءات والاجتماعات التي جمعت القيادات الجنوبية من جهة والمبعوث الدولي من جهة أخرى، وكذا اللقاءات التي جمعت القيادات الجنوبية ببعضها البعض، والذي تمخض عنها بيان القاهرة الشهير الذي أسس اللبنة الأساسية لبداية عهد جنوبي جديد يجسد معاني التصالح والتسامح. 1 2 3 4 1 2 3 4 Occupation no more. Occupation no more. 1 2 3 4 1 2 3 4 Occupation no more. Occupation no more. وقد جاء هذا البيان ليؤكد أن الجنوب لكل أبنائه وسينتصر بكل أبنائه، وجاء تلبية لرغبة الجماهير في الداخل التي لا ترى الخلاص الجنوبي إلا تحت سقف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. الأخوة الحاضرون، إن تحقيق الهدف الذي سقط من أجله آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين لن يتحقق إلا من خلال وحدة الصف وتحقيق أكبر قدر